يعني هل هم الآن كشباب يعني موجود هل هم مقتنعين بالتغيير هذا وأن هذه الأمور اللي كلها حق أول هذه خرافات حكم يا شيوبة والعاشي لاعي خلونا احنا مع التوب حكم هو اليوتيوب حكم مش عارف من والعاشي ولا يحنون الماضي وأنا بنعرفهم هذول أكيد يا أستاذ حسين الماضي له لذ يكون والحاضر طبعا مع تغيرات الحياة هذا الماضي يتلاشى شوي شوي بس إذا كان في ناس يتابعون الماضي أكيد كنا هذه الختمة اللي نسويها في رمضان لما نروح البيوت نخاتم الولاد الصغار كانوا يوزعون حامض علينا هذا حين الفترة الأخيرة هذه معاشي مرة كانت أول ما شاء الله رعشي وبرضه حتى الناس يلعبون شبكة كرة طائرة على أوله لكن دحين الفترة الأخيرة هذه معاشي الناس اشتغلت بالتكنولوجيا هذه لكن ترون هي إنه يعني واقعا أفضل من أول؟ لا أكيد لا أول أفضل بس بالنسبة للتطور أكيد دحين التطور مطلوب لكن المفروض الناس يحافظون اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم اشكر الاخوان على الحضور نيابه عني وعن فريق حزم الطيبين عام ثاني حاجه طبعا للاستاذ حسين الماضي ما يشكو الماضي من لا ماضي لا حاضر له نحن نبغينا الماضي حتى لا يبغينا يعود لكن خلاص عبر عليه لكن ان شاء الله نقول نحيي بعض التراثيات بعض حسب الامكانيات على حسب الامكانيات نحن استطاعتنا ان شاء الله لو نعيد حتى شيء بسيط منه لكن ان شاء الله على خير بقول له ان شاء الله معك في كلام يا احمد طبعا احمد عبد المسعود ما شاء الله يعني حضر بعض ليالي رمضان التالي ذي واول بدايه طبعا سافر كيف كان شعورك يعني مغادره الحزم ومعاناتك للغربه في البدايه اكيد في البدايه صعب فراق الاهل الاصحاب الاحباب وبلادك اللي عشت فيها سنين طبعا السعوديه في البداية ممكن تعب لكن بعدين الحمد لله الأوضاع تحسن شوي شوي إن شاء الله طبعاً ما شاء الله أنت عياباتك بصفحة حزم الطيبين هل يحد الشباب الباقيين في سنك وأقل منك على الغربة؟ والله اللي عنده أم أنهم يتمسكون بالتعليم وهكذا لا الأفضل أكيد يتمسك بالتعليم لأن علشان البلاد هنا تنتعش لو الناس كلها اقتربت البلاد بتموت أكيد طبعاً لما أنت تشوف زي ما قال الأخ تشوف الحلقة يعني تحس انك بالحزم ما شاء الله صالح عمار للقى ويكلم الناس تحس ما شاء الله انك بالحزم خاصة اللي هو مختلف شكرا لهم على التفاعل انا حبيت اعلق شو اسمه على حزم الطيبين نعم يا ريت يكون في مثلا جوائز عينية او في ناس شركات او من اهل المنطقة يدعمون يكون في مسابقات يعني الأسئلة اللي تقدموها إن شاء الله. نعم إن شاء الله مسابقات خفيفة يعني قصدي الجوائز خفيفة أيوة يعني فكرة طيب. عن مثلا من كان إمام مسجد الحزم سابقا الجد عبد الباري الله يرحمه رحمة الله عليه يعني. في مسجد عون من كان الإمام زي كذا كنت أعطتنا فكرة أنت بحكت أن حنروح لما عن أصحاب النجار والأشياء أيوة بالضبط من النجارين ومن أصحاب يعني زي كذا عشان إيش الجيل الجديد بعدين يا أستاذ نقطة في الحزم هذه يعني تكاد من بلدان نادرة جمعت كل الحرف ما
ولا زالت فيها اغلب الحرف، اغلب الحرف لا زالت موجود فيها من لو بتنظر يعني هذه الامور مهور كيف نحافظ على الانقراض، كيف يكون دوركم انتم في حزم الطيبين بالحفاظ حتى على مثل هذه الاشياء. هذا كلام جميل جدا. عجبتنا حلقه مع صالح سعدان على القرب وموضوع القرب، يعني حلقه جدا جدا ممتازه، لانه فعلا الموضوع هذا بالنسبه للصغار تقريبا ما يتذكرون اشياء، مع انه من اول كانت الناس اعتمادها كله على القرب يشربون منها قبل يعني التلقات. لو شرح مدى صالح سعدان واحد من المقارب يعني كيف ما هي الطرق هذا كيف توصل الى وجود القربة، يعني من يوم يخرجون الدين من من الشارع المستقبل ان شاء الله المستقبل لا تصبح الى قربة ثلاجة حق الزمن. طبعا معنا الاخ محمد عبد طبعا الرئيس والمخرج لهذا العمل الطيب. تفضل يا احمد، تفضل ضروري يا اخي. هلا استاذ احمد. لازم الحين اي اشكالات في العمل او اي شيء فكره لديكم معنا ما شاء الله الرئيس والمخرج. لكن اليوم كلكم انتم وقفتكم فريق عمل. نعم. محمد الرئيس المخرج اي نعم. لكن محمد ما بيقدر يعمل شيء الا بالمجموعه. الله يبارك فيك. صح. لكن له متطلبات. تفضل. طبعا عشان احطكم في الواقع، حزم الطيبين يعني يعمل كل عمله باختصار، يعني ولا ريال في ملكه. كاميرا من فلان يبها نصور بها، والكاميرا حتى المايك ما نستخدمش مايكات ولا نستخدم، يعني عمل تلقائي. وكثير كلمونا طبعا في الفيسبوك او في كلمونا على العمل اللي سويناه من الاردن ومن ذا، يقولوا لي يا محمد فكره البرنامج بسيطه، هو ذا اللي نبغى نعمله بس، ما هو كمان نجيب مايكات ومدري في قناه ليزير ولا في قناه، فكرتكم بسيطه قال زين وتصوير تلقائي ولا هذا قال لي ايوه هذا قال يعجبنا احنا بس. طيب لقوا كذا لقوا كذا، قلنا لهم لقوا كذا. ايش تطلعاتكم والله احنا تطلعات؟ نحن عندنا اهداف في الفريق بشكل عام، انه طبعا فريق اعلامي بشكل اساس يحتاج له كاميرا ويحتاج له مايكات يحتاج له حق التصوير الاعلامي. نحن كل سنه في عيد الاضحى نسوي فيلم، سوينا فيلمين، فيلم صاصه من حيارين اللي هو سويناه طبعا في الحزم، والفيلم الثاني هذا اللي قاعد تحت اقدام الصفراء صورنا في سيون في مصانع في سوق سيون، صورنا في شبام، صورنا في الحزم، ما قصروا. وكله طبعا امكانيات فرديه، يعني ما في لو في يعني لو ان شاء الله في المستقبل توفرت كاميرات في امل، يعني في طموح عندنا ان نسوي اذاعه ام مثلا الحزم. طبعا في النت عندنا قناه تبث مباشر زواي معين او شيء، اذا توفر عنده نت نبث مباشر موجود هذا شيء ملموس وطالع. كنا احنا متشوقين بعض الزواجات في الحزم ما شاء الله، يعني رغم الامكانيات اللي عندنا مباشره نشوفها، يعني ما شاء الله شيء يشكرون عليه. في بعض المناطق ممكن اكبر من الحزم، في سيون في القطن في شباب هناك عندنا في السعوديه، وما شاء الله تبارك الله عندكم تكاتف وعندكم الشيء هذا، احنا ما شاء الله موجود كثير وما عندنا الشيء هذا ان شاء الله، يعني ما شاء الله مستقبل يكون افضل من كذا. استاذ حسين قال الاعداد المسبق للبرنامج او شيء، هذا اكيد هذا العمل منظم هو كذا يكون، لكن نحن الفريق كان اجمله، او ممكن انا بساله كم نفر كانوا في الحزم، باقيين كانوا في المكله في صنع بعضهم في يعني يدرسون، اذا ما قدرنا ما سوينا شيء. معاهم جينا هنا طبعا اجتمعنا في 4 رمضان او 5 رمضان، تو قلنا الفكره دي تو تنفذ مباشره، عندنا فكره جوائز ما جوائز قلنا ماشي دعم. لا سرقنا حتى عمل خفيف، يعني قبل مثلا صار نعمل لقاءات او تجلسون ايش بالضبط يقول. أيوة. في نقاط لازم يكون مكتوب بعدين في الالقاء، مو بالشرط انه يكون النظام الاداري ضروري حتى هو. انا ما اقصد انه يكون ذاك الاعداد ان شاء الله، ما شاء الله ومشي هنا ان شاء الله ربنا من افضل الاحسن ان شاء الله. طبعا اختامها مسك ان شاء الله، ونتمنى من الله عز وجل ان يعيدها علينا هذا العيد ان شاء الله، ونحن بخير وعافيه نحن وجميع والدينا ووالديكم. كلمات الاخيره من الاخ احمد والاخ ياسر وابو فهمي، ولا الكلمات الاخيره؟ لا احب اشكر فريق حزم الطيبين على كل ما قدموه، ولهم جزيل الشكر. ان شاء الله. اخ ياسر اشكركم جميعا، المخرج والمقدم، ونشكر هالمنطقه، كل عام وانتم بخير وان شاء الله الجاي افضل لكم ان شاء الله. مفاهمين. نشكركم على هذه الدعوه، ونشكر الاخوان العاملين في هذا البرنامج، والشكر لكل من ساهم وكل من حضر في هذا اللقاء ان شاء الله. الحمد لله هذه اللحظات الاخيره، رمضان مبارك سعد، وكل عام وانتم بخير، عيد مبارك للعام 1435.
تعود علينا وعليكم ان شاء الله في اوطاننا ان شاء الله. اقول عيد مبارك وكل عام وانتم طيبين. واقول ايضا يجب ان يشعر الشباب خاصه في حزم الطيبين وفي اي منتقى اخر ان الكل الى جانب، يعني بقدر الامكان الناس بيدعموكم معنويا وماديا وكل حاجه، ليس الحزم الطيبين فقط وانما لاي فكره من اي شباب في هذه البلده وفي هذه المنطقه عندهم اي فكره تعود بالنفع لهذه البلده وللامه بشكل عام، الناس كلهم الى جانبكم. ولكن احنا الان في حضره حزم الطيبين في هذا الحال احنا ايضا بقدر الامكان اللي نقدر نقدمه ونساعده مستعدين بحيث ان تكون الفكره اكثر نضوج واكثر فائده سواء كان في اليمن او في خارج. ان شاء الله. كلمه اخيره كل عام وانتم بخير. وفعلا هو حزم الطيبين على اسمه، اسم على مسمى. الله يحفظك، دي شهاده منك. الله يطول عمرك. اخيرا اخوان المشاهدين، نتمنى ان شاء الله يعيد رمضان علينا سنين بعد سنين وعوام بعد وعوام. هذه المسابقة للأطفال في آخر يوم في أول الدقائق الأخيرة من شهر رمضان المبارك، أعاد الله علينا وعليكم بالخير إن شاء الله. معنا الأطفال هذول، نعطي كل واحد بالونة، تمام؟ والبالونة هذه بغناي ينفخها أو يعبيها هواء لمان راسها، واللي يعصبها لمان راسها يخليها ملانة هو إن شاء الله طبعا بيعطيه جائزة، والجائزة طبعا مفاجئة. واحد اثنين ثلاثة. وفي محمود محروس ما شاء الله عليه، يا محمد مبارك. ايوه خلاص دحين كلكم عزلتوا وعاد. خلاص مغرب بروح. ها كذا قولوا كذا. هذا مكتوب كل عام وانتم طيبين. دحين حطوهم كذا وشوي، لا تخلوهم يشتاقين. كذا مع كذا محروس كذا أكبر بانتورين دول فنتين. صح ولا؟ في الحي هذول بنتين اكثر. ليش دائما مطرحه في القاع؟ يوم مطرحه في القاع، لكن اكبر بنتين، لكن الاكبر هذه هي البيضه. صح؟ هذه البيضه هي الاكبر. طويله. ها؟ طويله الحمرا. هي كذا؟ سوداء وبحر. صغيره. كذي؟ حمادي. ها؟ اثنينهم. اثنينهم اللي هو ذا وذا. اليوم هذا وهذا. لو قلنا لك مثلا كم سنك انت؟ 11. وانا تطرح بعد الرقمين دي صفر. كم ريال؟ بعد الرقمين. يعني 11، انت سنك 11. وانا تطرح صفر بعدها، كم بيضا؟ بارك الله فيك، تستاهل 110 ريال. وانت؟ ندخل على يعني 110 من 10، يعني 200 وكم؟ 220. بساتين وزهور ننشر امل والمجتمع. هذا قلت سنة 350. صح. قلب واحد اجمعين، حتى بتعبنا في البذل مستمتعين، متطوعين للغير، متعاونين بالخير، نفيد حتى نستفيد كثير.
بعادتنا بالحب نغرس والحصاد كبير. أحلى شعور روح حلوة رائعين عقلب واحد أجمعين حتى بتعبنا في البذل مستمتعين. بسمة على شفاه البشر حب وسلام منتشر يا محلى هالدنيا إذا نترك أثر طول العمر صار التطوع همنا وبتحت ظله لمنا منه تعلمنا التسامي بيومنا. بسمة على شفاه البشر حب وسلام منتشر يا محلى هالدنيا إذا نترك أثر طول العمر صار التطوع أهم.